من الدوحة ينضم إلينا غيث القرشي، وهو استشاري التحول الرقمي وتقنية المعلومات. أستاذ غيث القرشي، حياك الله في قناة المملكة. يعني أبدأ معك من حيث انتهى تصريح شركة فيسبوك بأنه حصل تبعا لتغيير خاطئ في إعدادات الخوادم. مدى صدقية هذا العزو وهذا السبب برأيك؟ بداية مساء الخير عليكم جميعا، ومساء التصفح الآمن على جميع الإخوة المشاهدين في الأردن وفي كل مكان. حقيقة عندما نتحدث عن ما حدث مع فيسبوك والتطبيقات اللي اشترتها فيسبوك اللي بنعرفها كماسنجر وكإنستغرام وكواتساب، هذه ليست هي المرة الأولى. هنا يعني يجدر الإشارة إلى أنه فيسبوك مرت في الآونة الأخيرة بالكثير، يعني في السنوات الأخيرة بالكثير من التحولات والكثير من المشاكل التقنية التي صراحة أدت في مارك إلى الامتثال أمام المحكمة الدولية وأمام مجلس الشيوخ الأمريكي قبل عام أو عامين بسبب هذه الإجراءات. فقد تم الكثير من المشاكل المتعلقة بسرقة البيانات من فيسبوك، وبالتالي مشاكل تقنية أيضا. الخبر أو الصحة، مدى صحة الخبر الذي أوردته فيسبوك عن المشاكل التقنية، طبعا بالضرورة يعني فيسبوك لن تقول الحقيقة ولن تخبر الجميع بما حدث، ولكن على الأغلب جميع الخبراء التقنيون وأمن المعلومات يعني يعزون الموضوع إلى نوع من الاختراقات التي حدثت في الآونة الأخيرة والتي طالت حتى الشركات المختصة في مجال أمن وحماية المعلومات. ولذلك يعني على الأغلب راح يكون السبب هو سبب حدوث اختراقات على فيسبوك وعلى خوادم فيسبوك، مما أدى إلى هذا العطل التقني. طيب أستاذ غيث، يعني اختراقات حتى طالت رؤساء ودول سياسيا، نتحدث عن هذه الاختراقات والشركات التي قامت بها. الآن عندما نتحدث عن فيسبوك وتم الامتثال أمام المحاكم في السنوات الماضية، ما الإجراء الآن وما الذي تستفيده هذه الشركات الأخرى بإحداث هكذا أعطال؟ الاستفادة التي تحصل عليها الشركات المسببة لهذا العطل هو نفس الاستفادة المعروفة في عالم الهاكينج أو في عالم القرصنة. هلا القرصنة هو عبارة عن عالم كبير، ولكن قد يكون على صعيد الأشخاص، وقد يكون على صعيد مؤسسات، وقد يكون على صعيد أعمال أو دول حسب الهدف الأساسي من هذه الأعطال. هنالك الكثير، يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام رأينا مجموعة القراصنة العالميين اللي اسمهم أنونيمس قاموا بتوجيه خطاب تهديد عالي الدرجة إلى الكيان الصهيوني أنه سوف يكون هنالك نوع من الاختراقات إلى جميع أجهزتكم وخوادمكم في كل مكان. فبالتالي الاختراقات هذه تحدث لأسباب خاصة بهم، ولكن موضوع الاختراق هو موضوع كبير جدا، لأنه حتى في الأربع سنوات الأخيرة طالت هذه الاختراقات كما تفضلتي أنت، يعني الموضوع كثير مهم، طالت رؤساء دول وطالت زعماء شخصيات عالمية وطالت الدول، وهنالك أيضا أشخاص بعينهم بسبب قيام بعض الدول بالاتفاق مع بعض شركات أمن المعلومات أو لاختراق المعلومات التي تنتجها إحدى الدول وشراء خدماتها مقابل الحصول على هذه الخدمات. لذلك مرة أخرى الاستفادة هي تكون تابعة للشخص المتسبب بعملية القرصنة، وهذا الموضوع حقيقة يعني يطول شرحه، ولا أعتقد أنه أمامنا الكثير من الوقت للخوض فيه. عندما رحبنا بك أستاذ غيث قلت مساء التصفح الآمن، كيف نضمن هذا التصفح الآمن وبيانات المشتركين في العالم باتت عرضة للأخذ والعطاء نقول بالعامية، فكيف يمكن أن نضمن نحن كمستخدمين شخصيين بالمحافظة على بياناتنا نوعا ما؟ طيب بداية إذا تحدثنا عن الفيسبوك كونه هو محور الحديث الآن، يعني أنا أنصح جميع الذين يضعون معلومات مهمة لهم، يعني لن أقول معلومات سرية، ولكن نبدأ بمعلومات مهمة على الفيسبوك، حتى ممكن تكون مجموعة من الصور اللي إلك أنت حطيتها من سنوات طويلة وما عندك مثلا باك اب أو ما عندك مثلا مخزون إضافي في مكان ما، أو الكثير من المقالات أو الكتابات أو الآخرين. هذه الأمور تستطيعين الحصول عليها من خلال خدمة موجودة أصلا في إعدادات فيسبوك، وهي عملية نقل أو تخزين جميع البيانات الخاصة بك. أنا أنصح كل مستخدم على فيسبوك أن يقوم بتخزين جميع البيانات الخاصة به على جهازه المحمول، على اللابتوب أو على أي مكان آخر، حتى يضمن أنها لن تضيع إذا سقطت هذه المنصة بشكل مؤقت أو بشكل كامل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية موضوع الاختراقات وحماية المعلومات، يجب على كل شخص فينا يعني أن يلتزم بأساسيات أنا أقول الحماية الشخصية، وهو على الأقل
اختيار التطبيقات التي يقوم بتحميلها بناء على عدد الآراء الموضوع. يعني لا تحمل أي تطبيق فقط لأنه عجبك التطبيق، لا، أنت لازم تشوف كمان الآراء اللي حكت عن هذا التطبيق، ثم تقوم بوضع كلمة سر بناء على معايير وضع كلمة السر العالمية، تستطيعين أن تجد الكثير منها على اليوتيوب. ثم عدم الخضوع للتنمر الإلكتروني وعدم الخضوع لمثل هذه الأمور. الكثير من الوصايا حقيقة حتى على الصعيد الشخصي، وأهمها أن تقوم بتحميل برنامج أنتي فيروس على جهازك الجوال حتى يضمن قدر الإمكان أن يحميك من الفيروسات. أخيرا أقول أنه لا يوجد في عالم الأمن المعلوماتي أو في عالم المعلومات ما يسمى بالأمن المطلق أو الحماية المطلقة، وإلا كان الكثير من الشركات العالمية في هذا المجال أعلنت إفلاسها، وهي التي تقوم بتصدير تكنولوجيا لحماية الشركات الأخرى من الاختراقات. ولكن على الأقل نأخذ الحد الأدنى به من الحرص حتى يعني نحمي أنفسنا قدر الإمكان. من الدوحة الأستاذ غيث القرشي، وهو استشاري التحول الرقمي وتقنية المعلومات. أستاذ غيث، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.